كل إنسان عنده مشاكل بحياته، الشغلة الوحيدة اللي ممكن تعطينا أمل إن نحن نتخطى هالمشاعر اللي بتخوفنا وبتزعلنا هو الإيمان. أنا كتير كنت مبسوطة أنك موجودة هون اليوم، لتاني مرة عم نصلي مع بعض، وكنت أخذت منك وعد أنه نحن عطول رح نكون عم نصلي مع بعض لسبب رح أقوله لأول مرة فكر فيها وبقولها. أنت يمكن ما بتعرفي أنه لما كنت أنا وياك زعلانين بالزمانات، جورج توسط أنه يصلحنا، ومن قبل شخص، وانا كنت زعلانه كثير. ما قبلت. انا كنت كثير زعلانه وقلت انه انا ما عندي مشكله انه يصير في هالصلحه، بس انه انت تعرفي قد ايه الشيء اللي صار كله على بعضه كان يعني مش لازم يصير. فمشان هيك انا قلت لك انه جورج رح يكون كثير مبسوط لما يشوفنا انه نحن عم نصلي مع بعض اليوم، لانه حقق له اللي هو كان بده اياه، مش بس كرمالنا وكرمال يعني كرمالنا نحن الثلاثه، مش انا وياك او انا وجوج او انت وجوج، نحن الثلاثه مع بعض. ليه قلت لي بس شوفني معك رح ينبسط بعدين بخبرك؟ قلت لي بعدين بخبرك ليه.